الخطة الخمسية التي أعلن عنها في العام 2018 في صحيفة هآرت الصهيونية والتي بدأ العمل بها في منذ العام 2017، تهدف إلى دمج المواطن المقدسي في المجتمع الإسرائيلي من خلال التعليم والاقتصاد. بمعنى يريدون أن يوفروا للمواطن المقدسي درجة معينة من التعليم بحيث يدرس فيها بالجامعات الإسرائيلية، يمتلك من خلالها اللغة العبرية تؤهله للعمل في الاقتصاد، وبالتالي ينتج عن هذه العملية ما يسمى بالمواطن الصالح. هذا المواطن الصالح الذي يريد فقط الحياة بعيدا عن المشروع الوطني وبعيدا عن ما يطلق عليه بمقاومة الاحتلال الإسرائيلي. الخطة الخمسية الجديدة عندما عرضت على وزارة المالية لاقت معارضة. الخطة الخمسية بجوهرها تهدف إلى دمج المواطن المقدسي في المجتمع الإسرائيلي من خلال الاقتصاد والتعليم. هذا يكلف ميزانيات. التيار الجديد الذي دخل إلى الحكومة الإسرائيلية اعترض على التمويل المخصص لدمج المواطن المقدسي. الموضوع باختصار هو صراع التيارات في الحكومة الإسرائيلية، من يريد أن يطرد المواطن المقدسي من مدينة القدس بشكل أسرع. التيار الأول يريد أن يذيبه ويذيب وجوده من خلال الخطة الخمسية، والتيار الثاني يريد أن يطرده. الخطة الخمسية تهدف إلى إشعار المواطن المقدسي أنك عبارة عن أقلية عربية تعيش في دولة إسرائيل، وبالتالي إذابته. التيار الجديد لا ينظر إلى الإذابة كأنها حل مجدي، ينظر إليها أنها حل بطيء، وهو يريد طرده كليا وإنهاء وجوده من خلال السياسات اللي نعرفها، هدم البيوت والتضييقات وإلى آخره. وبالتالي قرار وقف الميزانيات متعلق بالجامعات الإسرائيلية لمن يريد أن يطرد المواطن المقدسي من أرضه ويضعف وجوده في مدينة القدس.